الدكتور محمد، يا سبحان الله، معقول؟ عرض عليه أخوه يجيب له مواد وأدوات طبية وأدوية أجنبية، تعرف هي بتجيب ذهب مثل ما فهمني محمود، لأنه مو موجودة بالسوق، وطلب منه بس يبيعها بمعرفته باعتباره طبيب وبيفهم بهالشغلة، قام رفض الحيوان. ليش؟ قال شو؟ هي بضاعة تهريب وجريمة ومال حرام وبيضر اقتصاد البلد. والله برافو عليها الدكتور محمد. برافو؟ أصلاً أنت حماض مثله. لا 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 يا أبو محمد، ما حبيت منك بنوب، ليش هيك عم تحكي معي؟ طبعاً بدي أحكي معك هيك، لكن في واحد بيرفض أنه يكون عنده مستشفى خاص أبو زكي. والله ما فهمت شلون يعني؟ يا سيدي، عرض عليه أخوه يشتري له أو يبني له مشفى خاص وتكون الأرباح بيناتهم بالنص من محمود المصاري وهو الإدارة. قام رفض الأفندي، قال هيك مبدأه صاحب مبدأ هو، بقى خلي المبادئ تبعه تشتري له بيت لشوف، خليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس اللي مجنني ومطير لي عقلي من راسي إنه هاد أخو هاد، فليش لحتى ما يكون مثله؟ ليش؟ يا سيدي قسم بالله شو لك ما حد يعني سؤالك أنا ما حد أخو هاد إنه صف التاسع تبع زكي وضح يا أبو زكي هذاك أخو هذاك يعني هو ليش ما يكون مثل أخو الأول يعني هذا الله معك أبو زكي الله معك لك شو هذا عم يبذبل أكيد خريف خريف ما في مجال طيب وشو رح تكون الفقرة اللي بعدها بالبرنامج؟ في عنا فرقة البراعم الموسيقية ورح تعزف نشيد يا أشجار بلاد ارتفعي عظيم واللي بعدها؟ بعدها في عنا كلمة مدير الأحراج ورح يلقيها الأستاذ محمود العنتان حلو واللي بعدها؟ في عنا قصيدة للشاعر المهلب أبو كعبان لك حبيبتي لشو الشعر هلأ؟ أنا برأيي ما في داعي للشعر بنوب ما بصير يا أستاذ بسام يعني بسلامة فهمك وليه ما بصير بقى؟ يعني ضروري إذا كنت عم تدرسي أدب عربي تفرض علينا الشعر فرض؟ لا أبداً أستاذ بس يعني القصائد تعتبر من أساسيات الاحتفال يعني ما في مناسبة وطنية أو قومية أو تربوية أو اجتماعية أو ثقافية إلا ولازم يكون الشاعر أبو كعبين عم يلقي فيها قصيدة ولو يا أستاذ يعني هذا الشعر أبو كعبين الشعر الدائم للمناسبات والاحتفالات أنا مالي مقتنع بهالشغل منوب شطبي لي ولا تضيقي الخلايا الله يخليكي عفوا استاذ بس ما تزعل مني بس ما فيني اشطبه بهالسهوله اف ليش بقى لانه المهلب ابو كعبين علاقته كتير قويه بالمسؤولين الكبار يعني ما في مسؤول مهم او غير مهم بهالبلد الا وناظم فيه قصيده مدح وتقريض وبعدين خاف يا استاذ بسام اذا ما دعينا يقوم ينظم فينا قصيده هجاء بصراحه نحن مالنا قد لسانه ابدا انا من جهتي ما له فرقه مع بنوب بيمدحني بيهجيني مثل بعضها شايف كتير من هالنمر استاذ اسمع مني بس هالمره بس هالمره خلينا ندعي ما رح نخسر شيء طيب ماشي الحال اكتبي اسمه اوكي استاذ بس فيك هيك يعني اذا سمحت تكتب لنا دعوه رسميه له